صاري العطش يحكي بخوات حسين مشن ولا النهر عدهين أمل مذبوح يقوم شلون أبو فاضل بلا شفين والماي بجفوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين، عظم الله أجورنا وأجوركم. الحمد لله والشكر، جيلي ب 18 سنة هذا الموكب من تأسيس ماله هيئة عشاق منصب بن جعفر من مدينة المحمرة. عندنا من أول محرم هذا عاشر محرم أغرايات عندنا، الحمد لله والشكر. عندنا خدام هنا المهدي تاهريانبور، صادق تاهريانبور، قادمكم عقيل زهيري وحكيم خشاب. لبيك يا حسين. شدي حيل العباية بالمشي ويا السبايا رحنك العافى عباس هسناقص لراية هسناقص لراية اشرع للخيمة كم احساس بدموعك. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أنا بدوري أعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد المولى أبي عبد الله الحسين وأصحابه الكرام وأهل بيته الكرام، نحن وإياكم نعيش هذه الذكرى من دولة إيران ومن محافظة خوزستان ومن مدينة المحمرة تحديدا ومن شارع الشهداء. نحن وإياكم نحيي هذه الذكرى في موكب عزاء خدام أبي الفضل العباسي عليه السلام. هذا الموكب تؤسس في عام 1421 ولا يزال موجود وله نشاطات وله أمور حسينية وخدمات حسينية للزائرين وللمعزين بعبد الله الحسين عليه السلام. هذا الموكب من نشاطاته بدايته قراءة القرآن ومنبر الحسيني يرتقيه سماحة السيد الموجود عندنا هنا إن شاء الله، ومن بعد إن شاء الله عندنا مراسيم عزاء لطم وتوزيع إن شاء الله بركة أبي عبد الله الحسين، وأيضا له نشاطات أخرى كشبيه وزفات للغاسم سلام الله عليه وتعزية وأمور حسينية ثقافية في هذا الموسم إن شاء الله. نحن وإياكم نعيش هذه الذكرى، ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين، وراجي من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والسلامة، ونحيي هذه الذكرى ونزداد يوما على يوم إن شاء الله. هذه الرايات السود نعلقها على بيبان البيوت إن شاء الله، وننشر الحزن في هذه المصيبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزعن على طول الغضرية الخيل زينب هاي الحومة فيها دمومة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظ الله أجوركم وأجورنا بمصاب أبي عبد الله الحسين. هنا هيئة خدام العباس في مدينة المحمرة، هنا خدام قاعد يخدمون من يعني تقريبا بالعشرة أيام هيك قبل المحرم، خدام يخدمون قاعدين إن شاء الله من التوفيق والخدمة اللي هي هيئة خدام العباس. نشكر منكم وادمنون.